مننا مدلين صبر، بنرحب بيكي معانا في شبكة إيرم الإخبارية، وألف مبروك المؤتمر الصحفي لأول فيلم بتقنية 3D. يا رب التقنية الحديثة الـ 3D تكون يعني فتحة خير، ونقدر نعمل فيلم بمواصفات تقنية عالمية، ومعنا طبعا نجوم من إيطاليا، نجوم عالميين، والفيلم قيصرون فيلم في كل المواصفات. يعني إسلام صبري يحاول أنه يجمع كل توليفة النجاح زي ما يقولوا كده، في معانا من كل الجينيريشنز أبطال ونجوم، ويا رب كده بالتوفيق، يعني نتمنى التوفيق. طيب كلمينا عن الفيلم بشكل عام، بيدور في إطار إيه، وبعدين نتكلم عن الدور الشخصي. أنا مش عايزة طبعا أحرق الأحداث بتاعة الفيلم، بس أقدر أقول لك إنه هو يجمع ما بين عصرين، عصر الحالي وهيكون في تصوير في روما وإيطاليا، والعصر القديم الفراعنة. أنا الكاهنة الكبرى في عصر الفراعنة. نتكلم طبعا الدور بشكل عام، لما قرأتي اللي جذبك ليه، ملامح الشخصية قوي جدا، لانه الكاهنه كانت هي، انت عارف انه كان حتى الفرعون نفسه كان ياخذ براي الكاهن الاكبر والكاهنه الاكبر، وحسب النقوش والدراسات انه كان في كاهنات خطيرات. فانا بعمل دور محوري واساسي، يعني 10 مشاهد في الفيلم، يعني مش حاجه قليله، فمش عايزه احرق الاحداث، انما حاجه جميله. يعني الفنانه مادلين طبر كانت هتشارك الفنان الكبير عادل امام في استاذ ورئيس قسم. ما حصلش استاذ ورئيس قسم، ما حدش كلمني منهم، وكان عندي امنيه يعني وعشم ورغبه انه يبقى في ترشيح ليا، بس ما حصلش للاسف يعني. بس انت منين جبت الخبر ده؟ مين قال لك ان هو كان رشحني؟ وانا سمعت الحقيقه، سمعت ناس كتيره، يمكن الناس توقعت انه بعد ما شافوني اني عملت الدور معاه وكان ناجح انه يكرر النجاح، بس للاسف احسن. الفنانه مادلين طبر هتظهر للجمهور اكيد في دراما رمضان المقبل، الاعمال اللي هتقوم بيها ايه او الشخصيات؟ عندي مسلسل تاريخي، ولازم اخد اختار بقى اوافق على واحد من اثنين من المسلسلات المودرن اللي عندي. عندي مسلسلين مودرن بقراهم، والشكل اني هعتذر عنهم هما الاثنين، ورق ضعيف والشخصيه ضعيفه ما حبيتهاش. لكن اللي وافقت عليه وعلى طول قلت يلا، المسلسل التاريخي اسمه أوراق التوت للأستاذ هاني إسماعيل، المنتج ماجد العبيد، ودكتور ماجد عامل توليفة جامدة، يعني جايب من الوطن العربي، من السعودية، من الكويت، من الإمارات، من مصر، جايب مجموعة حلوة قوي. المسلسل بيتكلم عن أوراق من كتاب أوراق ابن أحمد، قصة تاريخية، وأنا حابقى فيها عاملة دور ماليمار. ماليمار عندها مقهى، لكن هذا المقهى يعني ما أدراك ذلك المقهى عامل إيه، بيخرب الدنيا، بتبقى الداهية الكبرى هي اللي بتحيك المؤامرات والدسائس، وهي اللي تدير الدنيا، وبوجه بريء وبشوش، وبتضحك كأنه ما بتعملش حاجة. صح، جزء منه في الهند وجزء تاني عندنا في مصر. وكل سنة عن اللي بعدها بيزداد الاختيار صعوبة، وبيزداد الورق، أوقات بيبقى كويس أوقات بيبقى ضعيف. إزاي الفنانة مادلين طبر بتختار أدوارها خلال الفترة دي والفترة زي ما أنت شايف؟ يعني محدش يستجري ياخد مسلسلين مودرن ولا أساتذة كبار مخرجين كبار يقول لأ، بضطر أقول لأ، أفضل أعمل دور ضيفة شرف ومالية مكاني ودور يعلم، ولا أعمل بطولة 60 120 مشهد وما بيقولش حاجة. الفترة الماضية برضو في 2014 شفنا عدد كبير جدا من المسلسلات، وبعضها لقى نجاح وبعضها اتظلم عشان خاطر السيزون الرمضاني. فرأي حضرتك في 2014 والدراما اللي قدمناها من ناحية الورق، النصوص، المخرجين، الفنانين، ايه أفضل عمل؟ لا، بالنسبة لي كانت سنة غنية جدا، أنا مش شايفة خالص إنها كانت سنة ضعيفة، كان فيها أعمال بغاية الروعة، وكان فيها مخرجين كبار، وكان فيها تشكيلة نجوم أبهرتنا، وأنا تابعت كذا مسلسل غير الأربع مسلسلات بتوعي. طبعا انا كنت في اكسلونس، في صاحب السعاده، في العمليه عميله ميسي، وفي فيفا اتاتا، وكنت بعمل تقريبا طابع كوميدي في الثلاثه منهم، ما فيش غير اكسلونس كنت عامله سيده اعمال. فالسنه كانت غنيه، وحبيت قوي سجن النسا، وكامله ابو ذكري ثقيله، والسبع وصايا، يعني المخرجين دول زي ما بقولوا كده فرحوا لي قلبي. وحبيت قوي الانطلاقه بتاعه محمد رمضان، واتفرجت على المسلسل بتاعه، ممثل كويس قوي، واتوقع له لمحمد ان شاء الله المزيد من التالق يعني.